édition. Maison, groupe Imano et groupe Torino. Yeah.
الساحرات والبلود اللامعات الخافقات في الجبال الشامخات الشاهقات، نحن طرنا في حياة أو ممات وعقدنا العزم أن تحيا الجزائر. فاشهدوا فاشهدوا فاشهدوا. هو نشيد الجزائر سيداتي أوانس وسادتي، مرحبا بكم جميعا. النشيد الذي تغنى به اللاعبون وكل الجزائريون في هذه اللحظات، ويحفظه ويذكره كل صغير وكبير، كيف لا وهو رمز عزة الجزائر ونضالها. مواجهة مفتوحة على كل الاحتمالات، وكل شيء فيها متوقف على مدى الاستعدادات الذهنية والبدنية والفنية، وكل الفوارق تزول اليوم بين المنتخبين، والغلبة ستكون من دون شك للأفضل في هذه الليلة. من يقف ولا واحد جرى وراء الكرة، لأن كل واحد يريد أن يدخل في المباراة، يريد أن يستقر فوق أرضية الميدان، يريد أن يأخذ ميكانيزماته، ولكن اللاعبين ما تقدمتش يا أخي. ما تشاهدش مثل ما جاءت يرسلها طويلة، حذاري من الأخطاء أمام. مهمة جدا الكرة الأولى بالنسبة للاعبين فرادة، ومهمة جدا الكرة الأولى بالنسبة للتشكيلة ككل. كرة في وسطية الميدان عن طريق المهاجم الخطير أو وسط الميدان. حكم ما يقول ولا شيء. تدخل قوي جدا من لاعبين كبار يلعبون في أحسن النوادي في أوروبا. ملعبنا 3 دقائق لعب 0-0. قلت لكم بأن كل الفوارق تزول في مباراة من هذا النوع. على الورق نعاود 3 دقائق لمرة. طبعا هذا دليل على أنه لم يدخل بعد في المباراة حتى نشوفوه قيل نوعا ما مقارنة بما نعرفه عنه. نعرف بأنه خرج من الإصابة منذ مدة. كرة ما خرجتش من الحكم وانطلاقة خطيرة. نعاود نتذكر بأنه اللاعبون لم يلعبوا منذ 9 أيام. طبعا قد تكون الفرصة مواتية للاسترجاع وللتحضير الجيد لهذه المباراة. يشتاقوا الكرة، يشتاقوا قلت سلاح ذو حدين. وقد يؤثر عليهم غياب النقص المنافسة. حذاري من الكرات. كاين ثغرات في دفاع، كاين ثغرات سواء على الجهتين يكتبها ويسجلها، سواء على الرواقين او حتى من وسط الميدان. الثغرات موجودة والامكانيات موجودة. ننساوش هذا الامر لانه ما شاركش في الدورتين السابقتين. موجودين الان في التشكيله حوالي 80% لم يسبق لهم وان لعبوا نهائيات كاس. ولكن المحاربين يحاربون الى غايه اللحظات الاخيره ولا يستسلموا ولن يستسلموا مثل ما عودونا. طويله الكره هذه كانت. كرات مثل هذه تزيد في اللاعبين ثقة في النفس. اللاعبين كبيرة جدا من أمام. ونذكر جيدا تسديدات من هذا من مثل هذا المكان كيف ستكون فوق الجدار متوجهة نحو المرمى. اعتقد بان في المكان الموجود فيه. جول! في وقت كنت اقول بان حذاري حسان، حذاري حذاري. وضع تسلل. وضع تسلل.